السلام عليكم من قرية المناشي مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة. بيسعدني النهاردة أكون مع الحاج حسني عبد الفتاح. ازيك يا حاج حسني؟ أهلا بك يا حاج مختار، شرفتنا. تعرفنا بضيوفك كرام النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم، أنت شرفتنا يا حاج مختار، أنت وأسرة قناة مصر الزراعية. الله يخليك. برنامج المنظرة شرفتنا ونورت قرية المناشي. قرية المناشي مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة. انت موجود دلوقتي في المنظره بتاعتنا بتاع عائلتنا. ومعايا الحاج عطا السيد عمر عطا. اهلا يا حاج عطا، من الناس المحترمين، الناس الكبار في المناشي البلد. اهلا بيك. والاستاذ وائل عبد السميع قطب عمر. اهلا استاذ وائل. اهلا بيك يا باشا. قريه المناشي هل لها اسم تاريخي ولا الاسم ده كده يعني وجدتوه؟ يعني قريه المناشي لقيت الاسم ده كده ولا لها اصل تاريخي؟ لا، هو الاسم ده من ساعة النشأة للقرية اسمها المناشي. في احيانا البعض بيسميها المناشي البلد. ولكن ما فيش مناشي غيرها، فهي اسمها المناشي. المناشي يعني ايه كلمة المناشي؟ يعني لو قلنا مناشي حد يشرحها لي ولا هي اسم بس ملهاش معنى؟ لا، هي يعني جايه من نشأة، يعني جاي نشأة البلد او نشأة مكان المناشي. جاي من نشأة، من منشأ البلد. منشأ البلد. يعني منشأ البلد دي كان هنا، هي كانت تقريبا يعني الاول قرية صغيرة، وبعدين تطورت دلوقتي بقت قرية كبيرة ومشهورة ولها اسم على مستوى الدولة. يعني حاج عطا، كلمة المناشي دي ملهاش تاريخ عندك معين ولا ذكرى معينة ولا انت اتولدت لقيتها كده؟ اتولدنا لقيناهم بيقولوا مناشي البلد مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة. تشتهر بايه بقى المناشي عندكم مثلا؟ الحاجة المشهورة بزرع الورد. بزرع الورد. بزرع الورد اهو. الله. شهرتنا عندنا زرع الورد. يعني أشهر حاجة عندكم زرع الورد. زرع الورد اهو. طيب. حضرتك برضه في المناشي. أستاذ وائل. حضرتك بتشتغل ايه بقى؟ أنا مدير مشروعات كده في شركة. في شركة. يعني قاعد هنا مقيم على طول. دي بيتنا هنا ومنطقتي هنا وده بلدنا اساسا يعني. والمناشي اذا كانوا هم طبعا مش عارفين نشيتها ايه، انا سني اصغر منهم فاكيد مش عارف بالظبط الصراحه يعني. طيب، بالنسبه لصله الرحم هنا، انت عارف دلوقتي الحياه بقت مختلفه شويه عن الاول، يعني الدنيا بقت سريعه. يا ترى صله الرحم موجوده هنا لسه في المناشي ولا هي قريبه جدا من الحضر يعني؟ ولا الدنيا اختلفت شويه؟ هو للاسف مع تطور الحياه وسرعه الوقت اكتر من الاول، والناس ما بقتش يعني لاقيه وقت زي الاول انها تتزور او في صله رحم. يعني هي مع ان الدين طبعا حريص عليها، وربنا سبحانه وتعالى يعني اشتق الرحم دي من اسمه الرحمن الرحيم. في بركه في الرحم. انما للاسف هي مش زي الاول، مع التليفونات بقى والنت والمحمول والحاجات دي بقى للاسف بقى بالتليفون. انما الاول كان احسن، وكان تزور وزيارات في البيوت وبتاعها كانت افضل من دلوقتي. نتمنى ان يا رب دي يعني ترجع زي الاول، لانها حاجه من الحاجات اللي بتخلي فيه بركه في البيت وصله كويسه وود وعلاقات طيبه بين الاهل وبعضهم. انا بيتهيالي برضو انه القصه بتاعت ظروف زمان غير ظروف دلوقتي، والوقت والتكنولوجيا، وان الناس كانت هنا بتشتغل في نفس المنطقه، دلوقتي كله بيسعى لانه يخرج ويجي، فالمواصلات بتاخد منه وقت. بس بيتهيالي برضو زرت القريب او الاب والام ده واجب. عايز اقول ان الجيل الجديد، الجيل الجديد كله طالع دلوقتي من على الفيسبوك وعلى الواتساب، خلاص يعني ده ممكن يبقى الراجل قاعد جنب مراته مش بيكلموا بعض، وفجاه تلاقي الاثنين بيضحكوا عشان بيبعتوا لبعض على الفيسبوك. ايوه. فخلاص الناس بقت تشوف ان الفيسبوك هي صله التواصل يعني، او استخدام النت في التواصل. بالظبط. الحاج عطا بتستخدم نت ولا مالكش في الكوكب؟ لا، انا بزور على رجلي، عند اي واجب اي حاجه وصلت رحم عندي احسن زي الصلاه بالظبط. طبعا. نت ولا تليفونات ولا فيسبوك ولا الكلام ده كله، بتكلم عن نفسي انا. ايوه. بنتكلم على ان صله الرحم وزياره الاهل هي حاجه واجبه زي الصلاه بالظبط. زي الصلاه بالظبط، لان ده من تعليمات دين. طب انت يعني بتزور قرايبك كل قد ايه؟ كل اسبوع باخد جمعه وسبت اجازه، انا بزورهم في وسط الاسبوع، ازورهم وعندهم اي واجب ما اسيبهمش، فرح حزن اي حاجه ما اسيبهمش. وانا معايا بنات برضه متجوزه، لازم اديلهم الواجب بتاعهم. بتديلهم الواجب. تمام. طيب انت ما دام جبت بقى الجواز في البلد هنا سهل ولا صعب بقى؟ لا سهل، عندنا سهل. يعني المهر عالي؟ لا 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 لا،
يعني ممكن تيجي تناسبني الله هجيب كذا اسوي كذا ماشي متفقين عادي. طب والذهب بيكتبوه في القايمه؟ والذهب ممكن يكتب في القايمه ولو واحد قادر يجيبه عادي. يعني ممكن لو واحد قادر يجيبه وانت مش قادر يكتبه في القايمه. المهم كنا شريك وانت شاريني بس اهم حاجه. اللي هي الاصل بندور على الاصل دايما. مام نسب راجل. نسب راجل. انا معظم مجوز خمس بنات منقي خمس رجاله لكل عيله راجل 10 يعني سهلت مع جواز بنات. لان انت اشتريت راجل. الله ينور عليك. لان البيت ده هيبقى بيت بتاعي. طبعا بتاعي. والبنت بتجيب راجل والراجل بيجيب بنت. يعني قصدي العكس. اللي عايز خلفه بنات بيجيبوا له رجاله والولاد بيجيبوا له بنات. صح كده. لان يعني جوز بنتك هو ابنك ابني برضه. طبعا زي ابنه احسن من ابني كمان. عمليه الولد والبنت دي موجوده لسه ولا يعني في الخلفه؟ لا ما بتفرقش لك. ما بتفرقش. الناس بدات تعلى انا شويه بالنسبه للخلفه. الولد ولا ربنا بعته بنت ولا ربنا بعتها كده. ايه رايك يا حاج حسني يعني في الكلام ده؟ الـ 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 يعني صله الرحم والجواز يعني انا بتكلم في على نقطتين. بالنسبه للجواز هنا جواز سهل ولا الكهرباء بتقطع؟ والله والله يا حاج مختار هو الحاج عطا بيتكلم على صله الرحم دي ما فيهاش فصال. حاجه يعني يا بخته يا بخته اللي بيداوم عليها ويا بخته اللي بيحاول يقتطع جزء من وقته سواء اثناء شغله او اثناء اجازته او اثناء راحته الاسبوعيه. ودي تعليمات الدين. احنا ناس لنا دين، دين الاسلام حريص على موضوع صله الرحم. فالكلام اللي بيقوله الحاج عطا يعني ده هي من طبيعه الشعب المصري صله الرحم. من ايام الفراعنه كانوا يتزوروا. يعني قصدي كل الاديان عندنا فيها صله الرحم. ده اللي يترحم على والديه اسم مختار حتى بعد وفاتهم يزور اللي هم كانوا بيحبوه. طبعا يعني مش اثناء حياتهم كمان، لا حتى بعد وفاة الوالدين ربنا يستر على الجميع. اللي حريص على الحته ديت او اللي عايز يبر اهله يبر والديه في مماتهم يبر اخواته يصل صله الرحم اللي هم كانوا حريصين عليه. اما من ناحيه موضوع الجواز طبعا هو الحاج عطا بيتكلم ان التكاليف، لا هو التكاليف طبعا مع ارتفاع الاسعار ومع الـ 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 الجو اللي اتغير اللي احنا عايشين فيه هو طبعا حس بقى فيها بقت اصعب من الاول كتير. الحاج عطا بيتكلم انا ممكن اختار ناس قريبين مني في المستوى ويفهموني يمكن حظه حلو والناس دي تقدر ظروف بعضها، انما في ساعات في ناس بتعمل بقى في مغالاه او ناس بتبقى مضطره ان هيجيب ايه. ما هو السعر الموجود دلوقتي لو قارنته بالايام اللي فاتت لا بيتزايد عشرات الاضعاف. بس ما انت ممكن تجيب الحاجات الاساسيه وما يبقاش كماليات يعني لو في تفاهم بقى. لان في ناس واحده تقول لك انا عايز شقه فيها 10 بلكونات واللي يقول لك عايز 5 بوتاجازات ايوه واللي يقول لك عايز ولاعه، يعني حاجات كده غريبه. دي مش ناوي تتجوز بقى. ده مش ناوي تتجوز. طيب حضرتك بقى بتمثل الشباب، الجواز يعني سهل في البلد ولا القصه ايه يعني؟ والله انا رايي انه لا هو صعب عشان الظروف المعيشه دلوقتي والطلبات الكتير اللي كانت اللي بقت موجوده دلوقتي. يعني زمان بيتهيالي كانت البيوت طلباتها بسيطه، دلوقتي كميه الاجهزه اللي بتتحط والتكنولوجيا اللي محتاجها كل شاب عايز يتجوز فبقت الولد والبنت تطلعاتهم اكتر بكتير. أيوة. يعني انا شايف مش بس ان هم بيرهقوا اهاليهم وبيرهقوا نفسهم كمان بالطلبات الزياده يعني. دي نقطه مهمه جدا. يعني التكنولوجيا اللي دخلت الشاشه ال سي دي والغساله اللي بالسخان بالظبط بس ده موجود يعني كل دلوقتي في الريف حتى هنا الناس بتطلب الحاجات دي. ما هم بيصعبوا على نفسهم وبيجيبوه يعني. هم الناس يعني مصرين يجيبوا كل الحاجات دي، يعني ما ينفعش يخش ويبقى يكمل بعدين. لا هو محتاج يخش بيها. أيوة. والكلام ده فعلا بيصعب عليهم الامور جدا يعني. بيدي صعوبه في الحياه نفسها. في الحياه نفسها. طيب تعدد الزوجات موجود يا حاج ولا هو هنا كل واحد بيتجوز واحده بس؟ لا واثنين. واثنين؟ انت متجوز اثنين؟ انا معايا اثنين انا. طب وعايشين فين بقى؟ عايشين في كل واحده بيت وكل واحده ست بيت وكل حاجه 100% الحمد لله. طب الجواز يعني تعدد الزوجات في الريف بيبقى له يعني اصوليات برضو يعني. هل التعدد ده منتشر ولا قل شويه؟ لا كل واحد له ظروف حسب الظروف. حسب ظروفه كل واحد مغزى برضه قادر مقدره نفسه هل هيقدر يشيل المسؤوليه ولا مش هيقدر ولا كده ولا كده. بس الشباب اللي طالع دلوقتي ما بيعرفش يتجوز واحده، هيتجوز اثنين.
لا جماعة دول ربنا معاهم بقى، ربنا يعني ربنا يعني ان هم سدوا على واحدة. عديت انت عديت صحيح. طب وعلاقات الزوجات ببعض يعني؟ احلى اخوات اخوات اثنين الله واولاد ومخلف من دي ومن دي من دي ومن دي اخوات اخوات، ما تفرقش بين بنت وبين اب وبين اختي ولا اخ ولا كلام ده. لان بتيجي برضو على الراجل برضو، انت برضو ليك دور كبير في المشوار ده، مش سهل يعني انت لما تحجز دول وتسيب دول، ما لازم يحصل مشاكل. العدل قلب العمليه مع بعضها كلها، لازم تعدل بين الاثنين وتبقى انت كويس مع اولادك كده. انت لك تعدد الزوجات يا حاج حسن؟ لا هو كل واحد له ظروفه زي ما الحاج عطا بيقول، انما هو الافضل طبعا هو الدين بتاعنا شرع التعدد لو ظروف حكمت، انما لو زوجه واحده ويبقى في عدل، انما لو واحد مستقر مع زوجه واحده يبقى افضل. ظروفه جبرته على ان في تعدد وبيعدل ما بينهم وفي حياه مستقره ما بينهم، مفيش مشكله خالص. هو تعدد الزوجات ده اللي عنده ظرف خاص وبيعدد زوجه يبقى ده بتبقى ماشيه اليومين. انت ايه رايك حضرتك في تعدد الزوجات؟ ولا انت ناوي يعني انت متجوز؟ لا بص هو انا لسه بقول له انت عديت. لا احنا في الفتره اللي احنا فيها يعني يمكن يكون ليا راي مختلف شويه، هي زوجه كويسه بس تكون صالحه. وحتى يمكن غير تعدد الزوجات كمان عدد الابناء لازم يكون العدد قليل، بحيث ان ربنا يكرمك تقدر تربيهم تربيه كويسه وتربيهم تربيه كويسه يعني. يعني بس احنا عندنا مقوله في الريف دايما، الرزق على الله وخلف ما في الغيب ياتيك ما في الجيب. ما احنا يعني بنرجع بعديها نقول بقى الرزق على الله، ونرجع نقول هم ليه عاملين 80 واحد في فصل وليه 50 واحد مش عارفين يركبوا. أيوة. مواصلات، فاحنا جزء من المشكله برضو. بس في حاجه مختار، هو طبعا مع يعني حاجه ايه دي طبعا ظروف البلد مع تزايد عدد السكان بقى 104 مليون نسمه في الفتره الاخيره، وبرضو دي مش هتتناسب مع ظروفنا، والمفروض احنا يبقى عندنا وعي. فالاحسن والافضل للاسره والافضل للمجتمع لو زوجه واحده وظروفه خلاص كده ايه هو مستقر يبقى احسن طبعا، عشان يقدر يعلم ولاده تعليم كويس برضه. ولا التعليم دلوقتي يعني مش في الدرجه الاولانيه؟ لا التعليم دلوقتي بقى امور تجاره. امور تجاره بالنسبه للدروس. ولادك كلهم متعلمين؟ معنا انا معايا 5 رجاله منهم 3 مؤهلات عليا. اثنين واحد بس بتديهم دروس خصوصيه بقى وكده؟ دول خلصوا الحمد لله جامعات، خلصوا الجامعات. ثلاثه خلصوا جامعات، خدت بالك؟ كانوا بياخدوا دروس عندي بقى. مصطفى اخر حاجه عندي بياخد يمكن المؤاخذه بتاع 300 جنيه دروس بس. 300 جنيه الدروس وصلت للمناشي. والمدرسه وبره المدرسه وكل ما يعني كده انت بتدفعني لقضيه التعليم يعني. هنا المدارس كافيه في الـ مش كافيه بالنسبه حتى النظافه والحاجات ديت، يعني اهمال برضو بالنسبه للنظافه والحاجات ديت. المدرسه كده بخش مدرسه في مصر معظم تلاقي مدرسه نظيفه وجنينه وبتاع، هنا لا تخش المدرسه بتاعتنا كانك داخل المستشفى. المستشفى عندنا مؤاخذه لا دواء ولا بتاع، تكشف يديك برشامتين وتمشي، المفروض حتى برضو يبقى في علاج عندك، او انت راجل رجلك وجعاك او دراعك وجعك او عينك وجعك حتى يعمل لك يديك مرهم ولا حاجه، لا يكتب يعني لك ورقه وتمشي. يعني المدارس هنا فيها كم مرحله حاجة؟ فيها المرحله التعليم الاساسي. التعليم الاساسي القري. التعليم الاساسي لكن ما فيش ثانوي. لا مفيش ثانوي بقى بيمشوا لها بقى، بيروح المنشيه القناطره. جنبنا بلد جنبنا يركب مواصلات. بس هو الافضل في حاجه اسمه مختار، انا عايز برضه الفت نظر سيادتك لها. يعني يمكن التعليم المدرس اتحسنت ظروفه عن الاول، وناحيه الدخل ومستواه المادي غير الاول خالص، زاد اضعاف. ومش عارف اللي حاج عطا اتكلم في حته في الاول ان يقول موضوع بقى التجاره، فعلا حاجه عايزه برضه الدوله، في دور الدوله يبقى لها دور في الموضوع ده. ضمير يا بيه، ما افرض واحد ظروفه ومعظمنا و70% منا ظروفه ما يعرفش ياخد يمشيه من لما يبقى ده بيروح المدرسه زي ما راح زي ما رجع واسوء. يعني احنا عايزين نقول ان جوده التعليم في مستوى المدرس وفي مستوى ما يتحصله الطالب يعني. وكمان الاصوليات، لان اللي هو مش بيتعلم بس الف ب، هو بياخد القواعد او اصول التربيه اللي هي احترام الكبير والاخ والكلام ده كله. احنا في عندنا ايجابيات وسلبيات. هو مش بقى التجاره ده، بقت موضوع الدروس الخصوصيه بقت ماضيه دلوقتي. للاسف الواحد مش عايز يوصل للمستوى. انا فاكر وانا ايام وانا في الثانويه والله كان في راجل مدرس اذكر اسمه والله يصبحه كل خير، اسمه زين العابدين. الراجل ده كان بيجمعنا عشان يدينا دروس من غير فلوس. والله العظيم
يقول مين اللي محتاج دروس، انا مش ماليش في الماده والحاجات دي. الزمن ده فيه دلوقتي بقت مافيا، بقت باشا. طب ما فيش مجاميع في المدرسه ولا في فيه مجاميع؟ بتفعلها برضه. مجاميع عمار ده لازم ديت. لا انا بتكلم واحد. في حاجه اسمه طار. معلش الدوله لها دور ابتداء من المحافظ ووزاره التربيه والتعليم والجهات المعنيه كلها. باشا المفروض الناس ديت بتتدخل وتشوف الاماكن اللي فيها دروس خصوصيه ديت، يبقى عليها برضه، يبقى عليها العين برضه يا باشا تتصل، وعشان دي بترهق الناس. يعني كفايه ظروف الناس بتمر بيها يا عم عطا، كفايه ظروف الاسعار، كفايه ظروف ان في حاجات كتيره جدا البطاله. طيب ايه رايك في حل ممكن اهل البلد هنا يعملوه لمحاربه الدروس الخصوصيه مثلا؟ هل ممكن يتعمل جمعيات خيريه تدي للطلبه مجموعات تقويه مثلا؟ ولا الفكره دي ودي كلها هتبقى بالنسبه لي شايفها حلول يعني بالبلدي مراهم، هي مش هتبقى ده الحل. ده مش ده الحل. الحل عند الدوله. الحل عند الدوله، لان حتى هو لما بيتكلم دلوقتي عن انها بقت تجاره، فالتجاره دي في المدارس الخاصه، والمدارس الخاصه ظهرت لما المدارس الحكوميه بقت ضعيفه وما بتعلمش حاجه. مهمله. زمان اللي يخش مدرسه حكوميه يبقى حاجه جامده، بقى حاجه جامده جدا. فهي لما بيغيب دور الدوله بتظهر القطاعات الخاصه والتجاره اللي موجوده فيها. فهي محتاجين دور الدوله يتفعل تاني، وانهم يهتموا تاني بالمدارس، ويشوفوا كل البلاد محتاجه ايه والقرى محتاجه ايه، وتوسعه اكتر، الخدمه تبقى احسن. هيبدا اولياء الامور ما يتجهوش للمدارس الخاصه. طب انتوا عندكم هنا مدارس زراعيه ولا ما فيش مدارس زراعيه؟ لا في مدارس الابتدائي والاعدادي، التعليم الاساسي بس. بس انما ثانويه عامه مش حاجه زي. يعني مدارس زراعيه قليله جدا. لا هو ممكن في المنشأة اللي هي المدينه. منشأة القناطر. ايوه. انما ما عندناش احنا هنا غير التعليم الاساسي اللي هو الابتدائي والاعدادي. مش صناعي بيه ولا زراعي؟ يعني صناعي اللي لا زي الزراعي. انا من كلامكم كده هنشوف ضيوفك التانيين وبشكركم على القعده الجميله. الله يخليك يا باشا. الله يخليك يا باشا. الله يخليك يا باشا. شكرا. رجعنا تاني من منظرة الحاج حسني وانضمنا ضيوف كرام، تعرفنا عليهم بقى. بكرر ترحيب بسيادتك يا باشا، نورتنا وشرفتنا. الحاج عبد الفتاح شعبان والحاج محمد جمال. ماشي. الحاج محمد جمال والحاج عبد الفتاح شعبان. طيب احنا بقى يعني هنتكلم شويه في الفقره دي عن الزراعه. تمام. وانا عارف ان البلد هنا مشهوره بالورد. حد يقول لي كده اصناف الورد اللي هنا ايه اللي بتزرع؟ تقول لنا اصناف الورد اللي بتزرع هنا ايه؟ هنا بلدنا مشهوره بالزهور من سنه 30. لان الزهور من سنه 30 ابويا اول واحد ينزلها في المنطقه هنا. سنه 30 32 كده، من قصر الملك فؤاد ابو فاروق. واحنا مشهورين بكده، والبلد كلها عن طريقنا زرعت الزهور. يعني في بيقولوا الناس انواع الزهور، انت عارف في بيقولوا جارونيا وفي زهور بلد. لا ده جارونيا والحاجات دي نباتات زينه. ونباتات موسميه كمان، بتقعد سنه 15 16 الزهره بتاعتها متى ما خلصت الزهره بتاعتها تقعد سنه قبل ما تجدد زهرها غيرها. اما اللي مشهور بيه المناشي هنا الزهور، وخاصه الورد البلدي بجميع انواعه. الورد البلدي بتغنى بيه المغنيين الناس بتاع ده، نوع من انواع الحياه. انواع الورد البلدي. الورد البلدي كتير، منهم الانواع القديمه اللي زي الروج مياه وزي الكوين وزي برج ايفل وزي سنتريكس. انواع كتير، انواع الورد البلدي والبامبا كوين. بامبا انواع كمان، فيه بامبا عادي وبامبا كوين وعصفور الجنه والجليديولس والتباروز والحوليات اللي زي المنطور والقرنفل والدلفينيوم. كل الحاجات دي موجوده في المناشي هنا. ايوه. وتضاف لها الكرزنطات والحاجات الجديده زي انواع الكرزنطات كلها بتاع الزهور، ودي اصلا في مصر بقى لها 10 سنين، كان جاب من هولندا واتكسرت هنا وبقت بلدنا برضو هنا المناشي مشهوره بيها. يعني الزهور انا بركز عليها شويه معلش. بتحتاج برضو برنامج تسميدي ولها وقايه. يعني السماد اللي غالب فيها ايه؟ السماد الغالب في الورد البلدي السماد البلدي. السماد البلدي. وبالنسبه للكيماويات ال 46. 46.
وبتعمل لها برضه مكافحه متكامله في حشرات بتصيبها ولا؟ لا لازم لازم يترش لها دمسويت ولازم يترش لها نترون بتاخد يعني، بس هي ايه فصل الصيف بس لان بينتشر الافات بتاعتها في الصيف، انما خلاف الصيف مفيش حاجه، والشتاء بتكبرت بس فصل الشتاء كله من 11 لحد شهر 5 مش لاقي اي مبيد. طب نرجع لحضرتك تاني، حضرتك بتشتغل مزارع، ايه المشاكل اللي عندكم في الزراعه؟ والله المشاكل عندنا هنا اسمطار هي السماد. الفلاحين هنا بتعاني من مشاكل الجمعيه الزراعيه والحاجات دي. يعني مش متوفر بالنسبه للجمعيات السماد اللي هو للورد والحاجات دي. مش متوفر ولا مبيدات ولا سماد. ولا سماد ولا مبيدات. طب السماد هنا فيه بطاقات حيازه زراعيه؟ بطاقات حيازه صيفوا عليه. بس طبعا بيجي متاخر. ما بيجيش في ميعاده. يمكن عشان يعني انا عارف ان السماد ده حاجه مهمه جدا واغلبيه الناس ما بتشتريش من السماد. لكن انتوا يمكن في ما فيش بطاقه حيازه عشان لا موجوده البطاقات الحيازه، بس الفلاحين هنا بيروحوا الجمعيات ما بيلاقوش الكيماوي موجود يعني. لا موجود. موجود بس هي في حته الزهور كلها مش مدرجه في الجمعيات الزراعيه. ايوه ملهاش حصه طبعاً. يعني انت بتاخد على الزهور على انك زرع طماطم زرع خضار زرع بتاع، انما الورد والزهور والحاجات دي مش مدرجه طب ما ريت الحاجات دي يبقى لها حصه. مش موجود لها حصه يعني، ما بتاخد حصتها طبعا. ما هي ثروه مهمه يا اسطى. هو السماد معمول للمحاصيل الاستراتيجيه اللي بتاكل الشعب. صح صح. كان مش معمول اعمل سماد للورد واسيب الناس تجوع يعني. صح في اولويات، انما الجمعيات بتدي ما بتاملش. بس مثلا ورد البلد ده بيحتاج مثلا الفدان بيحتاج 10 سكاير 46، ممكن ياخد الفدان بياخد شجرتين فبيضطر يشتري من بره. الشجره في الجمعيه مثلا 140 جنيه بيشتريها في السوق السوداء ب 250. الورد في السوق كويسه ولا تقول اللي حسب حاله البلد. يعني من ساعه الثوره الشغل قل. والفالنتاين فيه ورد برضه مش زي الاول. انت البلد اصلا الورد بيعتمد على الاجانب والسياحه ودي معدومه في البلد دلوقتي. ايوه والفنادق والكازينوهات والحاجات دي برضو تعتبر في حاجات منهم قفلت. لكن ما فيش حد كده في القريه هنا يخش على مراته بورد ولا؟ لا لا مش بيخش حاجه قدامنا كل يوم. حاجه قدام البلد كلها وقدام الناس هيدخل بورد يعملوا ايه؟ لان الورد ده مهم جدا يعني، في ناس بيحبوا يحطوا في البلكونات هو المصري في الجناين بتاعت الفلل حتى في 6 اكتوبر في الحتت دي. المصريين كلهم من يعني معتادين عمليه الورد، بس كانت الاجانب والحاجات دي كانوا بينشطوه جامد. يعني قصدك السياحه بتنشط جامد. بتنشط جامد بدليل ان الشغل قل جامد من بعد 2010 و 2011 بالثوره، وقل الشغل بنسبه 70 80%. حضرتك زرع ورد برضه ولا زرع ايه؟ لا انا زرع محصول تاني غير الورد. ايه هو بقى؟ البرسيم والقمح والحاجات دي. البرسيم والقمح ده مهم جدا لان البرسيم طبعا عليقه والقمح الاكل. الزراعات اللي عندك بيصفوا لك البرسيم والقمح اكيد كمية. بس الكمية ما بتكفيش المزارع فبيضطر ان هو يشتري من السوق السوداء. طب ما حدش فكر في البدائل؟ زي يعني في اسمده وقصبات طبيعيه بتقلل من ال في ما هو الاسمده الكيماويه يعني. في موجود نظام الزراعات النظيفه او ان انت تستخدم مقصبات طبيعيه ودي موجوده منتشره. موجوده هل حد جرب؟ موجوده وناس جربتها. ولا انت بتتكلم عن المحميات؟ لا بتكلم على البدائل الموجودات الاسمده اللي هي المقصبات الطبيعيه اللي موجود 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 موجودة بس مش منتشر قوي يعني، بس هي في الجبل بالذات منتشر. في الجبل منتشر. لكن في الزراعات التقليدية لا مفيش. لا مش موجودة قوي. لأن نسبة إيه تفاعلها مع الأرض الرمل غير الأرض الصمرة. والأرض اللي هنا أرض صمرة قديمة. إنما ممكن أرض الجبل أرض رملية خفيفة بيبقى نسبة تفاعل الأسمدة دي أسرع من هنا. هي بس تعود. لأن النبات هنا بيقبل والنبات هنا بيقبل. طب مشاكل الري عندكم في مشاكل في الري هنا ولا المية كويسة؟ الري هنا في مشكله كبيره قوي. هي بقى ولازم الدوله تبص لها. يعني عندنا مثلا بلدنا وبهرمس وبورتس وسيم وجلاتمه والحسنين والمنطقه دي كان لها ترع ومسائي اتقفلت خالص واتردمت. اللي هي ترعه الزمر ترعه الزمر ما شغاله، المفروض دي بتاخد منها بتاخد من النيل. ترعه الزمر دلوقتي فيها الميه
بس المسائل اللي بتاخد منها تؤدي الاراضي الزراعيه اتردمت خالص واشتكينا كتير واتكلمنا كتير مفيش حد بيتحرك مش عارف فين الباب اللي ماشي المسا المسائل دي. طب انتوا سمعتوا على روابط الميه الرابطه اللي بتحل المشاكل؟ لا تطلع لها قرارات وزاره الري؟ لا. طيب ممكن تروحوا التوجيه المائي وتشوفوا موضوع الميه ده ان هم عاملين حاجه اسمها الروابط المائيه. الرابطه المائيه دي اللي على الترعه نفسها بتلبسوا بيعملوا رابطه ووزاره الري بتسهل لهم كل المشاكل اللي عندهم. طب ما احنا بنتكلم مع سيادتك يا استاذ مختار اهو ومعلش اكيد بيتابعنا السيد وزير الزراعه بنفسه انا اعلم ان القناه دي بتاع وزاره الزراعه صوتنا ده يوصل لوزاره الري ما احنا انت عشان تتعامل انت كفرد لا او واحد هقول لحضرتك في كل محافظه اداره التوجيه المالي اللي على ترعه بالحيازات الزراعيه بصورها بتوجهه لاداره التوجيه المائي في الجيزه خلاص الشام رادي اللي هي في هندسه الري وبيقدموا طلب عايزين يعملوا رابطه والرابطه دي بتقوم بمتابعه بقى تطهير الترعه لو في مشاكل في نهايات الترعه بتحلها وبيدربوهم وبيوجهوهم على هو الحاج افتح ممكن ينسق مع سيادتك برضه يا باشا وبرضه يبقى لو بدعم من البرنامج او من القناه برضه تسهل العمليه متهيألي شويه هي العمليه متسهله انا هوجهه بس للمكان وهيلاقي نتيجه كويسه جدا تمام حضرتك عندك مشاكل في الري برضه ولا مفيش هي نفس المشاكل اللي قال عليها الحاج افتح نفس المشكله ما المشكله دي يا استاذ مختار اللي تم فيها ان دلوقتي الكل اعتمد على الري الارتوازي طب هو الري الارتوازي ده بيعمل ملوحه وعامل ملوحه وعامل حاجات كتير وعامل مشاكل كتير ده مشكلته كمان ايه ان انت مثلا من حوالي 10 سنين اما المساله اتردمت كان وش الميه على 10 12 متر دلوقتي بيقل بقت 30 بقت 45 بقت 50 بقت الارض الصبرة بقت كل بقى وش الميه 50 متر دلوقتي من كان 10 متر من 10 15 سنه اذا الميه الجوفيه بتسحب وما بيجيلهاش تعويض الميه النيلي بقى كانت بتعوض بتعوض الميه كلها وتغسل التربه وهي فيها اسمده والزرع بيفلح فيها اكتر وبتوفر لنا اسمده وحاجات كتير لان هي جايه مخصبه طبعا بتبقى ايه غير المياه الجوفيه اللي جايه العناصر كلها في ايديها تبقى فيها مشكله جدا كتير الري. كتير لان الري او المياه هي الحياه طبعا فدي مهمه جدا ان انتوا تخلوا بالكم من عمليه الري و هي منتشره في شمال الجيزه دلوقتي على الاخر يعني الترعه اتقفلت السلام عليكم من قرية المناشي مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة بيسعدني النهارده اكون مع الحاج حسني عبد الفتاح ازيك يا حاج حسني اهلا بيك يا حاج مختار شرفتنا تعرفنا بضيوفك كرام النهارده بسم الله الرحمن الرحيم انت شرفتنا يا حاج مختار انت واسرة قناة مصر الزراعية برنامج المنظرة شرفتنا ونورت قرية المناشي قرية المناشي مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة انت موجود دلوقتي في المنظره بتاع عائلتنا ومعايا الحاج عطا السيد عمر عطا اهلا يا حاج عطا من الناس المحترمين الناس الكبار في المناشي البلد اهلا بيك والاستاذ وائل عبد السميع قطب عمر اهلا استاذ وائل اهلا بيك يا باشا قريه المناشي هل لها اسم تاريخي ولا الاسم ده كده يعني وجدتوه يعني قريه المناشي لقيت الاسم ده كده ولا لها اصل تاريخي لا هو الاسم ده من ساعة النشأة للقرية اسمها المناشي في احيانا البعض بيسميها المناشي البلد ولكن ما فيش مناشي غيرها فهي اسمها المناشي يعني ايه كلمة المناشي يعني لو قلنا مناشي حد يشرحها لي ولا هي اسم بس ملهاش معنى لا هي يعني جاية من ال نشأة يعني جاء نشأة البلد او نشأة مكان المناشي جاء من نشأة من منشأ البلد منشأ البلد يعني منشأ البلد دي كان هنا هي كانت تقريبا يعني الاول قرية صغيرة وبعدين تطورت دلوقتي بقت قرية كبيرة ومشهورة ولها اسم على مستوى الدولة يعني
حاج عطا، كلمة المناشي دي ملهاش تاريخ عندك معين ولا ذكرى معينة، ولا أنت اتولدت لقيتها كده؟ اتولدنا للأم والمناشي، البلد مركز منشاة العناطر محافظة الجيزة. تشتهر بإيه بقى المناشي عندكم مثلا؟ الحاجة المشهورة بزرع الورد. بزرع الورد. بزرع الورد أهو. الله. شهرتنا عندنا زرع الورد. يعني أشهر حاجة عندكم زرع الورد. زرع الورد أهو. طيب. حضرتك برضه في المناشي. أستاذ وائل. أه في المناشي. حضرتك بتشتغل إيه بقى؟ أنا مدير مشروعات كده في شركة. في شركة. يعني قاعد هنا مقيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، بعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. ان شاء الله بس دي خاصه بالجنب من منشية القناطر لما الحد وردان، انما المناشي والجلات ما لهم محطه. يا ريت الشبكه برضو يعاد صيانه الشبكه تاني، او الشبكه يشاف الشبكه علاج، لان خلاص المايه بتعدي منها خلاص بتجيب كل الموبقات معاها للمنازل، فدي عايزه موضوع الشبكات دي ده تصلح تماما. طبعا لو على ضغط المياه يا استاذ مختار، ضغط المياه ضعيف جدا. ضعيف جدا، الناس بتشتكي منه غير بشكوى غير يمكن بتوصل الادوار الاولى بالعافيه. بالعافيه. طب والمياه بقى بالنسبه لحضرتك نفس القصه برضه ولا؟ المياه يعني عاوزه شغل كتير وناس كتير تعبانه منها. طب شبكه الري في البلد تتكلف قد ايه مثلا؟ حد يقدر يقول لنا كده؟ ده المختصين بقى اللي يقدروه. المختصين بقى غير المواسير كلها. شبكه قصدك مش شبكه الري، شبكه الميه. شبكه الميه لا، هي متغيره من 3 4 سنين. الميه متغيره بتاع البلد محل. بس فيها تهالك بيقول لك. التهالك في الرئيسي اللي جاي من لا يا عبده، مش اتغيرت. مش لا يا باشا، لا يا باشا، لا هي بتعمل ممكن صيانه في اماكن معينه اللي فيها شكاوي، اللي فيها سدد، اللي فيها عيوب، انما الشبكه بصفه عامه لا يا باشا. طب ما الشكاوي موجوده اهي، وسوء حاله المايه موجود، وللاسف يعني سوء حاله المايه، والناس بتشتكي برضو من ارتفاع الفواتير. يعني يا ريت، بص يا استاذ مختار، يبقى احنا بنتكلم على مشاكل يجب يبقى لها علاج برضو. دور الدوله يعني، الناس بتشتكي من 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 المايه سيئه، المايه ضعيفه، وتجي لهم فواتير مبالغ فيها، فبتحس الناس بقى بتزعق بتتضايق. الموضوع ده بيسبب مشاكل للناس. يعني انت بنرجع بقى، لا ده كان الاول احسن. طب المايه بتيجي كويسه تصحى الشرب ولا لا؟ لا هو هنا المشكله في الشبكه اولا متهالكه، زائد ان الشبكه هنا ما فيش اهتمام في الغسيل، ما بتتغسلش خالص. ما بتغسلش. يعني ما هي الشبكه طول ما هي فيها ميه بتغسل نفسها بتغسل. لا برضه ما فيش دوره غسيل مثلا، وليكن مثلا كل 15 يوم كل شهر، ما فيش دوره غسيل بالنسبه للميه. دوره الغسيل ده يا استاذ مختار لازم تكون موجوده كل 15 يوم. كلور يا باشا، بالكلور. والميه تصب في مكان بعيد، زائد الشبكه وتطلع بره، انما غسيل الشبكه بينها وبعدها تغسل غسيل زائد، ما تزيد غسيل بالكلور يا حاج مختار. بتبقى الميه طبعا بتقطع الميه عن الاهالي او المنتفعين، والشبكه كلها تتحط نسبه معينه من الكلور، تتغسل تتنظف، يبقى بعد كده الميه ما تدفع الميه فيها، لا بتبقى انظف واحسن حل يعني، برضو مش وحش. طب الميه بتستخدموها ازاي؟ طب بتشربوا ازاي مثلا؟ لا هنا في ناس هنا لجأت بقى تاني للترمبات اللي هي الفلاتر، معظم البيوت فيها فلاتر والترمبات والحاجات دي، زائد ان ضغط الميه قليل جدا. يعني انا مش عايز اقول لك ان الميه هنا بتقطع بالايام، يعني ايام متواصله المايه ممكن 3 4 ايام بتقطع. عندنا مشاكل كتير برضه. انا في حاجه برضه لمواظه، في حاجه بس مختار عايز ارجع فيها تاني، يعني برضه على الزراعه تاني. يعني احنا اساس الزراعه بلد زراعي. المنطقه الظهير الصحراوي بتاعنا اللي من بعد نكله، وانت طالع كده لما لغايه حدود الجيزه مع المنوفيه والبحيره ولغايه الطريق الصحراوي، دي منطقه بقى كلها دلوقتي بقت منطقه زراعيه، وفيها هي اللي بتورد للاسواق دلوقتي، وهي متهيألي لو في تصدير يبقى منها، بالاضافه للمناطق الاراضي المستصلحه الجديده. انا باخد على ايه؟ في حاجات معينه ممكن بتضايق المستثمر او تضايق اي حد عايز يعمل استثمار في المنطقه دي. الرئيس السيسي طبعا احنا بنشكر سيادته على شبكه طرق، خلتنا بنحس براحه غير عاديه
ان انت عايز تتحرك على مستوى الجمهوريه من اقصاها لاقصاها ما بتاخدش مثال، ما بتاخدش ساعات زي الاول. الاول كان فيه معاناه معايا يا استاذ مختار، الاول كان فيه معاناه ومشقه وتعب، وما تعرفش انت هتروح للمحافظه دي. يعني انا جاي من طريق السويس من كام يوم، لقيت طريق جديد، الطريق الاقليمي، طلعت الطريق ده 10 دقائق لقيت نفسي في الشرقيه، فربط الجمهوريه ببعضها. انا بتكلم بقى ايه في نفسي بالتوازي، لو الاماكن الجديده دي يا باشا اللي فيها استثمار ديت، في عندنا مشاكل بقى في الطرق الجانبيه اللي هنا. يعني طريق المناشي ده، طب ما انا عايز المسؤولين يمشوا مع اسمع بس يا مستر، انا معاك ان الطرق يعني عايز المسؤولين يمشوا. هو الطرق دي بتهيألي هتبقى على المجلس المحلي، ما انا جاي لسيادتك والمحافظ انا عايز المسؤولين يمشوا يا باشا بنفس الـ 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 الاتجاه او التوازي في الخط اللي ماشي فيه القياده السياسيه. الراجل بيعمل شبكه طرق على مصر، وفر لهم وفر كل بس اقول لك حاجه، ما هو انا معاك الطريق شبكه الطرق اللي بتعمل من مصر الثانيه دي اعلى شبكه طرق، بس هو بيعمل دي عشان يعني دي هتخدم كل المستثمرين والشعب ككل داخل القرى. لو احنا اتجمعنا كلنا وساعدنا الدوله فيها هتبقى ان شاء الله. ما قلتش داخل الكره ده طريق الكورنيش العموم. لا انا ما بتكلمش على داخل الكره الشوارع الجانبيه، لا انا قصدي الشارع طريق كورنيش، يعني ده طريق اساسي مدخل القاهره. اما تحس ان في منطقه الكوبري هنا زي كوبري الجلاتمه او مزلقان بورتوس، اماكن معاناه، اللي عايز يطلع من بيته يمشي في الطريق ده بيقعد يقرا الفاتحه كده ويعمل استكشاف عشان لو في عرضيه مطافي او في مصاب رايح ايه باسعاف ولا حاجه، او في حد رايح طالب رايح امتحان، والله كل الحاجه دي هتبقى كوارث. فدي عايزه نظره برضو من مرور من المحافظه من من, من عايزه نظره. انا معاك الكلام دوت، وناكد على موضوع الطرق ونشوف بقى ضيوفك الكرام قاعدة تانية إن شاء الله. قاعدة تانية بإذن الله أنا هرتبها لكم وأجيب لك الناس كلها صحابات المشاكل. ماشي ماشي ماشي. حاضر يا أستاذ مختار، شرفتنا. حاضر، اتفضل. شكرا. ورجعنا تاني مع الحاج حسني. الحسني انضم لنا ضيوف برضه عزاز علينا اتعرفنا بيهم. الاستاذ سميح طه عطا من ناس حبايبنا في المناشي. الاستاذ احمد عبده بقى ممثل الشباب. الشباب هو قوه الشباب. يعني انا هتكلم في الاول عن الشباب. تمام. انت بقى هنا في مراكز شباب في القريه ولا مفيش؟ في مراكز شباب بس عدم الاهتمام بيها يعني مش مخليها شباب مثلا متحفزين بالرياضه تمام. أيوة. يعني مثلا في عندنا نادي ترتان هنا على الطريق مباشره تم ازالته من قيمه يومين بالظبط. يعني في مراكز شباب بس ما فيش اهتمام بيها. تمام. طب في ممارسه رياضه في هذه المراكز؟ يعني مثلا بتعملوا دورات كره خماسيه او سداسيه او اي كوره؟ في دورات كره بتتم بس بتكون تبع مدربين عاملين اكاديميه وكده بالظبط. يعني اكاديميه بفلوس بقى بالظبط مرتب شهري. الاكاديميه دي بقى بياخدوا من الطالب كام فيه؟ مثلا يعني على حسب الاكاديميه، لو اكاديميه على مثلا 50 100 في الرينج ده بالظبط شهريا. يعني شهريا. وفي حد طلع من عندكم هنا لعيب مشهور؟ في لعيب مشهور اسمه بلال احمد بيلعب في نادي اسمه الاتصالات بني سويف. كان حاليا حاليا كان بيقابل الاهلي امبارح. كان بيلعب امبارح مع الاهلي. كان بيلعب امبارح مع الاهلي. اسمه هلال احمد. طب والمناش هنا اهلاويه ولا زملكاويه؟ لا في نسبه كبيره اهلاويه. نسبه كبيره اهلاويه، يبقى انت اهلاوي. اكيد. يعني طب ما فيش اي رياضه ثانيه بتمارس في البلد؟ في لا في جيم وكونغ فو و كونغ فو زي الكاراتيه يعني. بالظبط. ورياضه اخرى كتير يعني. وانت حضرتك بتمارس، انا شايفك بتلعب كمان في الجيم بقى؟ بلعب جيم. جيم بتلعب بقى بارات و بارات وتنابر. وتنابر بيبقى الحديد نوعيته كويسه ولا؟ على اسالك في حديد بلدي وحديد مش عارف ايه؟ على حسب الكابتن نفسه. يعني الكابتن نفسه لو مثلا عنده لعيبه كتار بيطور من الجيم بتاعه من الصاله بتاعته. الكابتن مثلا ما عندوش نسبه كبيره فصلته مثلا كوش على قدها.
انا اللي ملاحظه ان الجيمات دي انتشرت في الكوره دلوقتي، انتشرت فعلا جامد. والله ايه رايك يا حضرتك؟ طب هل الجيم بيبقى له يعني مردود حلو على الشباب يعني؟ طبعا طبعا نسبه اللياقه بتاعته عاليه جدا بالنسبه للشباب، بتدي للشاب. طب المكملات بقى اللي بتتاخد فيها؟ في مكملات فعلا، مكملات بس مش خطر؟ في نسبه كبيره قوي بتقول ان المكملات خطر، بس يعني انا بتكلم لو المكمل ده فيه هرمونات يبقى خطر، لو بينفخ العضله او بيقلل العضله او مش عارف بيعمل ايه. في انواع من البودر بتنفخ العضله نفسها، وفي انواع من البراشيم بتنشف العضله، يعني مثلا العضله على دهون بتنشفها. هو زي ما انت قلت يا دكتور مهندس احمد، لو مش شغل طبيعي صح، لو في حاجات اللي هو حاجات بتعمل صوره وهميه كده على اساس مش صحي. هو في حاجات بتبقى صحيه بتبقى بنسميها مكمل غذائي. المكمل الغذائي ده لو في فيتامينز وفي مواد طبيعيه بتدي غذاء للجسم عشان هو بيحرق جامد ده اوكي، لكن انا اعرف ان في بعض الحاجات بيبقى فيها نسب هرمون بتنفخ العضله ومش عارف تعمل ايه في العضله، فدي هي الخطوره على شبابنا فيها. في شكل بيبقى مش طبيعي صح. يعني الواحد ساعات بيشوف ناس كده من اللي بيتدربوا دول شكل عضلاته مش طبيعي. يعني تحس ان حاجه مبالغ فيها، حاجه مبالغ فيها. ده عباره عن حقن مثلا او كرسي معين بيمشي عليه شهر حقنه كده. بس انتوا هنا والحمد لله ما فيش الكلام ده يعني. لا في، بس قليل الصراحه اللي بياخده قليل يعني. احنا بنحذرهم برضو، بنحذر اخواننا في الريف كلهم اللي بيلعبوا في الجيم ان هو ما ياخدش حاجات فيها هرمونات ولا فيها حاجات من لان دي حاجه مهمه جدا. وما تعملش برضو الا مع اماكن اللي هي اللي التدريب اللي هي برضو محل الثقه. يعني عشان برضو يبقى الحاجه لو فيها مراكز بتبقى قايمه على اساس علمي واساس رياضي سليم بيبقى صح، انما لو واحد كده بيجرب وحاجات مش مدروسه صح مثالي النتائج في الاخر ما بتبقاش كويسه. طب الجيم بياخد منكم كام بقى؟ على حسب برضو تطور الجيم. يعني كام في الشهر يعني افريج؟ في جيم مثلا بياخد 50، في جيم بياخد 100، في جيم ياخد اكتر. اسعار هنا كويسه غير القاهره والجيزه. ما انا بقول لحضرتك حسب التحديث اللي في الجيم نفسه، حسب الاجهزه مثلا وانواعها وكده. طب استاذ سميح انت طبعا مش مشترك في الجيم. لا انا ماليش في الكلام ده، انا رايح يا مدير انا خالص. تنزل تمشي. انا لسه جاي من الوقت لما طلبوني الوقت، جيت من مشوار كنت على بعد كيلو ونص تقريبا، بروح مشي واجي مشي. ما هو المشي ده نوع من انواع الرياضه ده تقريبا، لان انا يعني ضغط وكده، فالرياضه بتاعت المشي. حضرتك شغلتك ايه بقى؟ انا فني اجهزه الكترونيه. فني اجهزه الكترونيه يعني مايكات بقى وصوت اجهزه الكترونيه، تلفزيون، فيديو، ريسيفر، كاسيت، الحاجات دي يعني كلها. بس من زمان يعني، انا خريج معهد القاهره دراسات سلكيه ولا سلكيه اللي هو جنب مجلس الشعب. عارفه 77. طب حضرتك هنا بقى بتمارس نشاط هنا جوه القريه ولا انا اجهزه بقى؟ انا بمارس نشاط، واشتغلت في شركه مصر حوالي 10 سنين وسبت الشركه وسافرت بره شويه وجيت، وقاعد دلوقتي متفرغ. ده عندي مهنتي وشغلي واكل عيشي، ولكن انا مقدم اختراعات للدوله. انا اول عامل اختراعين في 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 تخصصي، مسجله في اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا. ايه هو الاختراع ده بقى؟ الاختراع الاولاني كان هو تزويد الاجهزه. ساعتها كان ايامها كان يعني التلفزيون 8 قنوات، منازه 8 قنوات، وساعتها الاجهزه الارسال كان زاد ل 11 قناه و12 قناه. فانا عملت دايره ريموت ان اخلي الجهاز اللي هو 8 قنوات يبقى مثلا 90 قناه او 100 قناه بالريموت. وللاسف عن الفكره دي المشروع دوت عملته، ورغم اني سجلته في البحث العلمي والتكنولوجيا وناس رحب بيه زي ما فيش داعي لسكة. اخر حاجه بقى اعملها ايه؟ فانا قدمت مشاريع للدوله غير في غير تخصصي، ولكن انا من خلال مشي ومنطقتي عارفها، مولود فيها وعارفها، فانا شايف مثلا في حاجه ممكن استفيد منها. زي ايه مثلا؟ زي ايه؟ يعني مثلا عندك نهر النيل. نهر النيل ده هو شريان الحياه في مصر طبعا، وهو هبه مصر، هو حياتنا. في حاجات في نهر النيل المفروض احنا يعني دلوقتي لو شوف بصنا دلوقتي هتلاقي فيه جزر طينه طالع في قلب النيل هنا. لو بص دلوقتي هتشوف جزر طالع في قلب النيل. طب النيل مثلا عرضه مثلا 600 متر هنا، طب ما هو في تلته تقريبا مردوم طينه، في حين الطينه ديت نفسها ثروه طبعا. يعني ممكن دلوقتي اعمل اضرب عصفورين بحجر، انضف النيل من الطينه ديت، والطينه دي نفسها هي ثروه، مش هجيب حد ياخد منه فلوس عشان يطلعها لي، لا ده انا مجرد ان اطلعها هستفاد منها بكذا حاجه. استفاد بايه بقى؟ صلاه على النبي.
عندك الجبل في اشد اشد الحاجه للطينه دي، لانها تينه تغنيك عن السماد، تغنيك عن السماد، والجبل رملته صفرة، فلازم يفحت متر ويحط المتر ده تراب، بيحط كومبوست دلوقتي وبيحط بيتمس وبيحط حاجات ده بقى احسن من اي حاجه تينه بتاع النهر النيل دي. كلام سليم. فلو وداها الجبل دي، الناس في الجبل في اشد الحاجه للطينه دي. طب انت تقدمت مثلا حد اتقدمت و رأي قالوا لك ايه مثلا؟ ما انا اتقدمت اتقدمت ل ل ل ل رئيس الوزراء، رئيس الوزراء مقدم لحوالي 5 مشاريع تقريبا، منهم التينه بتاع نهر النيل دي، وكنت واخد ساعتها معايا عينه كمان علشان التينه دي استفيد منه، وسجلوا الكلام ده عندهم وقالوا هنبعت لك وما قلتليش. فالفكره بتاعته اعتمد على ان التينه ديت ممكن ناخدها ننظف نهر النيل ونبيع التينه ديت للفلاحين، هيشتروها بفلوس لان هي تغنيهم عن السماد، وهم كانوا فعلا محتاجينها في الجبل، في الارض الصفراء اللي في الجبل. فحتى امبارح، لسه امبارح يعني، كنا انا في واحد صاحبي كده بنقول التينه دي فيها حاجه غريبه. هي الحاجه الغريبه ديت علمتها التينه دي؟ لسه كنا بنتكلم في تحليلها امبارح. تحطها في الشمس كده تلاقي فيها حاجه بتلمع، فيها حاجه بترهق كده في التينه دي. فيها طب فيها التينه ايه الحاجه اللي بترهق ديت؟ فقال طب احنا عاوزين نجيب ناخد مغناطيس ونشوف ايه اللي في التينه دي يمكن يقطها. حديد؟ مغناطيس. فاخدت مغناطيس من عندي امبارح ورحنا عدينا الجزيره وجبنا حته من التينه ديت، حته ناشفه يعني، وطحناها ومشينا عليها المغناطيس. فالمغناطيس لقت حاجات سمراء بكثره يعني، مش حاجات بسيطه. والحاجات اللي بتلمع دي ما لقتهاش، بس بكثره الحاجات اللي بتلمع دي في التين دي بكثره. فممكن الحاجات دي مثلا تكون يورانيوم. احنا مش حللناش، بس احنا ده اللي خلانا قلنا احتمال افتراضيه، افتراضيه تاخد حاجه وتحللها في اي معمل. فحتى احنا طلبنا امبارح واحد يعني كده في معمل وكان كده، قال لي خلاص انا هاجي لكم او تجيبوا لي وتجيبوا الحاجه دي معينه نشوفها ديت ايه اللي بيلمع في الطينه دي. ممكن يكون يورانيوم، ممكن يكون اي حاجه، ممكن يكون حاجه ملهاش لازمه، مش يورانيوم، ممكن يكون حاجه طبيعيه، حاجه عاديه، ولكن نعرف ايه اللي بيلمع في الطينه دي لانه واضح قوي يعني. كده هتحولوا بقى لقنابل ذريه. لا مش شرط، ما هو الجرن بيشتغلش في القنابل الذريه بس، الجرن بيشتغل في كل حاجه غير القنابل الذريه. الجرن ده مخصص بالمفاعلات يعني. لا واشتغل في حاجات ذريه، المهم يعني ان احنا قلنا ده ايه اللي بيلمع ده يعني ده تفكير من عندنا حاجه بدائيه كده على قد بتخمن بتخمين يعني عادي، انه نعرف ايه اللي بيلمع في التينه دي. كلام سليم. ولكن المغناطيس كمان لقط حاجه ثاني سمراء. ده الحاجه دي ما نعرفش هي لسه عايزه تحل في ايه. طب تعملوا تحاليل تربه وتقدر تقول. طب انت عندك فكره للبلد، انت عندك هنا فكره للبلد تنمي البلد؟ يعني ما تقول لنا حاجه كده من هو عامه انا معظم افكاري لتنميه مصر مش تنميه بلدي بس. ما هو ابدا ببيتك توصل لمصر. طيب بالنسبه لمنطقتنا هنا، احنا عندنا هنا حوالي 6 كباري فيهم حوالي 120 او 150 عيل. ارتفاع المياه حوالي 5 متر. ليه ما نستغلش الارتفاع ده في توليد كهرباء؟ نجيب تربونات، ودي برضه نقدمها في رئاسه الوزراء. ليه ما نعملش تربونات او تلاقيها موجوده تربونات ديت على قد الحجم ده، ونركب على كل عين توربين يوليد لك نسبه من الكهرباء، نسبه مع مثلا 120 توربين مثلا او 100 توربين هيركبوا على 100 عين، ممكن يولدوا لي نسبه كبيره جدا من الكهرباء تغذي محافظتين ثلاثه. بس تستغل ارتفاع الميه في ان انت تنزل عليها تربون. وهي موجوده. وهي موجوده. طب انت ايه رايك في الطاقه البديله يعني اللي هي الطاقه الشمسيه؟ ولا ما فكرتش؟ هو مصر طبعا من اغنى الدول بالطاقه الشمسيه، ولكن انا بصراحه ما عنديش فكره عن الطاقه الشمسيه، ولكن اعرف انها مكلفه. واحنا انا بتكلم في الوقت الحاجه اللي شايفها بعيني في قدامي. انا يعني هنصحك نصيحه اخويه بقى، ان انت تشوف ان الطاقه الشمسيه دي لما بتكون معموله بتبقى قيمتها في الاخر صفر لو على كم كبير يعني، وارخص من الطاقه اللي احنا بنوردها بالسولر او بالمي. ده اكيد، ولكن يقول لك مكلفه في البطاريات وفي ال. ما هو حضرتك لما بتتعمل لكم جديد بتبقى مش مكلفه. ولا ايه رايك يا حسني يعني لو انت فكرت في طاقه بديله غير الطاقه الكهرباء العاديه تاخدها ولا؟ هو لو في حاجه تحل لنا المشكله و مزارع في المغرى وفي مشغلين محطات طاقه شمسيه ما شاء الله بتورد كهرباء وبتشغل الديار وحاجه فقط. لو هتحل المشكله يا سمطار ومش مكلفه؟ لا هي طبعا تعتبر مش مكلفه بالنسبه للكهرباء الثانيه. لو هتحل المشكله طبعا ده يبقى مهمه جدا. لما تاخد كم عليها ما تبقاش مكلفه. صح؟ تمام. يعني من كلامنا كده حضرتك عندك اختراعات طيبه جدا. الحاج حسني يعني اتكلم عنك برضو عن هذه الاختراعات، انت ايه رايك فيها يا حاج حسني؟ لا هو الاستاذ سميح ما شاء الله
عنده فكر حلو جدا في مجال الالكترونيات. يعني هو واخدها عارفها يا استاذ مختار، لما واحد ياخد يمارس حاجه بحب طبعا، حتى لو مش دارس، هو كمان ما شاء الله بيقول ان هو انت دارس او سامع وواخد الدورات دارس 77 يعني هو لو شو بقى اختلط العلم بالخبره او بالنظر او بالممارسه. انا هو يكاد يكون من سن الاستاذ سميح من ساعه مواعيد كده واحنا صغيرين، الاستاذ سميح شغال في المجال ده بيحبه، يعني شغال بايده، ودي بقى حاجه جميله قوي. يعني هو بيتكلم بتحس انه ما شاء الله من كلامه هو فاهم. طيب انا هاخد امنيه من حد سميح للبلد والمصر، قول لنا كده امنيه حلوه. امنيه تتمناها لبلدك وبلدي؟ اتمنى ان مصر تكون احسن دوله في العالم، وهي تستحق ذلك طبعا عن جداره. طبعا مصر مليئه بالخيرات طبعا. وسيدنا يوسف قال لي اجعلني على خزائن الارض، فدي طالما ذكرت في القران فاذا فمصر خزائن الارض طبعا. مصر فيها خزائن الارض، وعلينا ان احنا نكتشف، وعلينا وغير ان شعبها اصيل ان احنا نكتشف، وشعبها من اطيب شعوب العالم، من اصل شعوب العالم. والامنيه الثانيه اتمنى ان نهر النيل يتنظف ويتطهر من الطين اللي فيه، وحتى لو ياخدوا مترين من جنب النهر يشيلوا التينه دي يحطها في المترين دول، يعني في مثلا طريق 3 متر اللي هو بتاع الفلاحين اللي عدى مش مسفل، يزودوه كمان مترين ردم في النهر. قصدك خط التهذيب النيل ده؟ ما هو ده خط التهذيب، يشيلوا التينه اللي في نص البحر ديت ويحطوها جنب المترين مثلا او 3 متر جنب 3 متر التانيين، ويعلوها متر او حاجه وينظفوا النهر من يبقى انا عندي فعلا لما يبقى عندي مثلا مليار متر ميه يبقى هم مليار، لكن ما يجوش عندي مليار ولا نص طينه. دي امنيه. طب حضرتك بقى كشاب، امنيه للشباب هنا في القريه وامنيه ليك تتحقق؟ لا امنيتي ان شاء الله يعني ربنا يوفقهم دايما كده يا رب في تعليمهم وصحيا وبدنيا برضه. ماشي. والقريه هنا اتمنى كل خير ان شاء الله. كل خير. طب امنيه بقى من الحاج حسني، انا عارف ان انت يعني كبير المنطقه وحبيب الناس هنا، تتمنى ليهم ايه القريه والمصر؟ والله يا استاذ مختار هو في حاجه انت اتكلمت فيها في الاول اللي هي ايه العلاقات وصله الرحم والتراحم والود ما بيننا. في حاجه بتنغص علينا حياتنا كلنا، مزعلانا شعبنا شعب طيب اساسا. يعني مصر الوحيده، الدوله الوحيده اللي ذكرت في القران كذا مره، فاحنا بنقول بقى يبقى مصر دي تبقى من افضل الدوله الوحيده. مفيش دوله في هات لي اسم دوله كده جه في القران بشغلنا بقى. فالمصريين بعد الصلاه بقت في اخلاقيات وبقى في سلوكيات الواحد حزين عليها. مش ده المصري؟ يا ريت المصري يرجع يعني تمشي في الشارع دلوقتي لو نفسي ما يلاقي اي حد ماشي بيعتدى عليه، بنت او طفله او سيده، فين الشهامه بتاع زمان؟ فين الجدعانه بتاع زمان؟ اتمنى الشهامه. يا استاذ مختار بعد اذنك يبقى في زي الاول تاني والتراحم ما بيننا، وما تلاقي راجل كبير في الشارع تاخد بايده لو بيخط الشارع تخطيه، لو انت قاعد على كرسي والكبير ده بالعكس انت ده. انا بشوف شاب الوقت راكب التكاتك والبتاع اللي بيعملوه ده اللي بيركبوه ده ممكن يمسك في راجل كبير في الشارع ويهزقه وسيده ويبهدلها. اخلاقيات يعني في مش دي مصر ابدا يا باشا. احنا وبعد هي الزحمه هي بتعمل كده. فانا نفسي يا رب نرجع زي خلي بالك يا سبطار مش هنرجع لكده الا اذا قربنا كل واحد. احنا بنعتز بالدين سواء احنا مسلمين او جزء منا مسيحيين بنعتز بيهم. لو احنا قربنا من الاديان وتعمقنا في الاديان والله هي ديت المخرج الوحيد لنا في الزمن ده. انا امنيتي بقى ان انا اتقابل دايما مع ناس طيبه زيكم، وبشكركم على هذا اللقاء الطيب يا حاج حسني. ده شرف لنا يا باشا. بخير واقول لكم السلام عليكم. شرفتنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شرفتنا يا استاذ مختار، ويا رب تكرر زيارتي ان شاء الله. شرفتنا.